طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم على فيديو ادفانسد سب روتين. في الادفانسد سب روتين هتكلم على الاري، ازاي اعرف اري، وايه فكرة الاري، ان انا ابصيل الميثود وازاي اعمل عليه لوب. فمبدئيا لو عندي اري شكله عامل كده، هوت انتجر a of 5 مثلا، في مثلا 12 و1 و7، محتاج اعمل ميثود اسمها get ابصلها الاري دوت، وابصلها رقم مثلا 4، عشان نبقى عارفين حاجه مهمه جدا، ان انا عشان اباصي في الاسمبلي، عشان اباصي حاجة parameters اللي subroutine، عندي طريقتين، يعني ال passing parameter عندي طريقتين، يا اما استخدم الميموري يا اما استخدم ال accumulator. وهنتعلم ازاي التكتيك والتكنيك ازاي نعمل كل واحدة فيهم. مبدئيا كده عشان اعرف array، والله بحط ببساطة عشان أعرف أري، بقول والله الأري دوت هيبدأ من مكان محدد، فبعمل أورج. أورج يعني بقول له أنت الأوف دلوقتي عند المكان كام، 100، وعرف لي مثلا ديسيمال 12 وديسيمال 1 وديسيمال إيه، ديسيمال 7. طبعا 100 دي ممكن تبقى أي حاجة، 50 60، أي حاجة. معناه هنا إن هو راح للمكان 100، ده كده مكان 100، ده المكان 101، ده المكان 102. ده كده عرفت الاري بتاعي، هو الاري بتاعي. والاري دايما بيتعرف باول مكان فيه، يعني الاول مكان دوت هو البداية اللي توصلني لكل الاليمنت اللي فيه، فهو الاري بدايته ايه، 100. طيب لو حبيت انادي على الاري دوت، ابصيل افرض عندي سب روتين اسمه جيت، عندي سب روتين اسمه ايه، اسمه جيت. فالسب روتين دوت لما اجي اكتبه، حبيت اكتب كده السب روتين جيت، فاكن عندي سب روتين اسمه جيت، ودايما السب روتين بنبدا جنبيه بهكس زيرو. ليه هكس زيرو؟ عشان المكان دوت اللي هيتسجل فيه الادرس اللي انا هرجع منه. يعني انا عشان انده على السب روتين دوت اقول له ايه، بي اس اي BSA. BSA معناها branch save return address، يعني روح للجيت، روح نفذ الجيت دوت، روح نفذ الجيت دوت، ولما تخلص ارجع تاني هنا. فبالتالي هنا هو بيخزن الريترن ادرس، يعني مثلا لو المكان دوت كان 50 500 مثلا، وده 501، يبقى هنا بيكتب هنا كام، بيكتب هنا كام، 501. خلاص، يعني بدل بيمسح اكس زيرو ديت يكتب هنا 501، بيكتب الادرس اللي هو هيرجع له. انا بقى عايز اباصي الاري دوت كانبوت للبروسيدير دوت. فعشان اباصي الاري دوت للبروسيدير انا عاوز اباصي حاجتين، عايز اباصي الاري واباصي الاربعه. الاربعه استخدمها عن طريق الاكيميليتر، والاري استخدم الميموري. بيقول لك عشان تباصي حاجه عن طريق الميموري، يبقى انت بتروح في تاني سطر بعد الكولينج، انت هنا ندهت عليها، تاني سطر بعدها على طول تعرف الحاجة بتاعتك. يعني ايه؟ اجي كده اقول له انا عايز ابصل الاري، الاري دوت هو في المكان كام، 100، اقول له هكس 100، يبقى ده كده اول بارامتر اللي هو الاري. كده انا بصيت الاري، الاري ايه. وعشان اباصي تاني بارامتر قبل ما انده البي اس اي، هقول له ستور الاكيميليتر، هقول له اسف لود الاكيميليتر ب ان مثلا، والان ديت قيمتها بكام مثلا، اعرف ان مثلا ان قيمتها مثلا ديسيمال 4، يبقى كده الاكيميليتر فيه 4. طيب
يبقى انا اول حاجه عايز اباصي 4، عملت ان ب4 وقلت له خلي الاكنومتر فيه 4، وجيت ندهت الجيت ورحت للجيت ديت بصيت لها اول حاجه الاري بمكانه في الميموري، بعد ما عرفته قلت له يبدا من 100 مكانه ايه 100. ازاي هو هيستقبله هنا؟ ازاي هو هيعرف هنا ان الاري دوت ويعني وصلت له؟ فعشان اجيب المعلومه ديت طبعا عشان اجيب اللي هو الاكيميليتر سهل جدا. الاكيميليتر هقول له مثلا ايه، الاكيميليتر اوريدي فيه الان بتاعتي، ف لو حبيت نقلبها هقول له اي اس زد الان مثلا، لكن بقى ايه الاربعه اللي خدتها ديت عملت لها بلس بلس بقت 5 مثلا. خلاص لكن انا ازاي هقرا ال array جوه عندي؟ هقرا ان انا هعمل له لود، هقول له لود الاكيميليتر بالجيت اندايركت. معنى لود بالجيت اندايركت يعني روح للجيت، متذكر جواها كام؟ 501. 501 دي تروح لها وشوف الفاليو بتاعتها ايه، فالفاليو بتاعتها 100، فكده الاكيميليتور بقى فيه الادرس بتاع اول element في الاري، فكده انا وصلت للادرس بتاع اول element في الاري. خلاص بقى عندي ممكن اعمل عليه اي operations بعد كده. طب تعالوا ناخد مثال على الكلام دوت. مثلا السؤال دوت من امتحان 2014، قال لك عرف الاري دوت وبعد كده اندها جيت اديها ايه و4 وجيت ايه و0. عشان اعرف الاري سهل خالص، قلنا بنعمل origin. خلاص خلاص اول اللي هنا جيت هنا كده عرفت الاري بتاعي اهوت، عمل origin مثلا في المكان 100 وعرف الاري بتاعي ده كده الايه الاري اللي اسمه ايه. وبعد كده عايز يعمل الجيت ويبصلها الايه ديت، يوصلها الايه وال4. فجي اول حاجه قال والله انا هبصلها 2 من الميموري. فهتلاحظوا هنا ان هو لما بيجي بينده على السب روتين بيكتب تحتيه البارامترز بتاعته، فكده هو هيباصل 2 عن طريق الايه الميموري. افرض عاوز اخد الواحد عن طريق الاكيميليتور يبقى استوره في الاكيميليتور وارجع اقراه من الاكيميليتور، لكن هنا هو هيحطهم في يعني هيحط الانبوت بارامتر، يعني دوت اول انبوت بارامتر وده تاني انبوت بارامتر، بيكتبهم بعد البي اس اي على طول. خلاص طب ازاي هيقراهم تحت في الميثود؟ لو نزلنا تحت كده هنلاقي اول حاجه بيلود من الاكيميليتور اندايركت، وبعد كده بينكريمنت عشان يروح للبارامتر اللي بعده، بينكريمنت الادرس بتاع الجيت. خلاص اللي هو الادرس ده بينكريمنته، وبعد كده بيروح له اندايركت عشان يجيب الاربعه. يبقى هنا هو جاب الاربعه خلاص وجمعها على 100، يعني جاب الادرس هنا اللي هو 100 وجمعه على الاربعه، يعني كده الاكوميليتور بقى فيه 104. خلاص بعد كده راح للي بعده، وبعد كده سمى دوت بوينتر، بعد كده قال له روح هات لي الفاليو اللي جوه البوينتر دوت. الفاليو اللي جوه البوينتر دوت يعني هيجيب له الاليمنت اللي هو 104 مثلا، هيجيب له الاليمنت في الاري 104 مثلا، هيجيب له مثلا ايه 0 1 2 3 4، هيجيب له مثلا -4. خلاص فتاني مثلا يهمني في الحته ديت انك بعد ما تكتب البرانش تكتب بعديها الانبوت بارامتر، وتقراها ازاي؟ تقراها انك تعمل اندايركت اكسس على الجيت، انك هتعمل دايركت اكسس على الجيت هيروح للجيت ديت. الجيت دي تخزن فيها ريتيرن ادرس، يعني تخزن فيها المكان اللي انت هترجع له. خلاص اللي هو المكان دوت اللي هو اول اوبرند هيجيبه. لما يعمل جيت بلس بلس هيخش على الاوبرند اللي بعده. عمل ازاي جيت بلس بلس؟ ان هو عمل انكريمنت الجيت، راح خد الاربعه، عنده المية والاربعه جمعهم على بعض، وبعد كده راح للايه، راح حطهم في حاجه اسمها بوينتر، وبعد ما حطهم في حاجه اسمها بوينتر
راح عمل لود للاكيميليتور بالفاليو ديت، وبعد كده عملها ستور مرة تانية في الادرس دوت، عمل لها ريتيرن. خلاص يبقى دوت خطوة الريتيرن، وهنا الخطوة اللي هو بيرجع فيها مرة تانية، بيعمل برانش بيرجع فيها ايه، فيها مرة تانية، يعني بيرجع يكمل السطر اللي ايه اللي بعده هكذا. فدي بس كان اوفر فيو ازاي تعرف array وازاي بتباصي البارامتر عن طريق الميموري، بتكتبها على طول بعد الكولينج بتاع السب روتين، تكتب الانبوت بارامترز بتاعتك وتروح تحت تاخدهم بإندايركت كول. إندايركت كول بيوصلك للادرس الفاليو اللي جوه الادرس ديت، فتقدر تجيب الفاليو اللي انت محتاج تشتغل عليها. وطبعا كل سؤال بيعتمد على الايه السؤال نفسه كان بيتكلم على ايه. كان برضه هنا في سؤال في 2014 جيب لك كود بيقول لك الكود دوت بيعمل ايه. فلما تقرا الكود بيبدأ من مكان 300، بعد كده بيعمل برانش بي اس اي لبران، بينفذ حاجة معينة. فانت ما تروحش تنفذها دلوقتي، انت فكر ان هو اكنه راح نده فانكشن معينة ورجع تاني. بعد ما رجع عمل ايه، عرف ديسيمال بسبعة، وما دام عرفهم بعدها ممكن يبقى هو دول الانبوت بارامتر بتاعتي. خلاص وبعد كده عمل انكريمنت لل V1، وبعد كده انكريمنت للكاونتر، وبعد كده برانش ال L1 تاني. لما تشوف برانش ال L1 تاني اعرف ان ديت لوب، يبقى عندي هنا في لوب، والكاونتر بتاعي دوت الفاليو بتاعته بالنيجاتيف، يعني دي لوب 4 مرات، كل مرة بتقل لحد ما توصل للصفر. فانا افهم من كده ان ديت لوب، وجوه اللوب ديت بنده فانكشن معينة. يعني انا كده افهم ان انا عندي فور لوب غالبا 4 مرات، فور انتجر مثلا i equal 0 i مثلا، او عايز نكتبها بالجافا i مثلا اقل من 4 i مثلا بلس بلس، وجوه اللوب ديت بيروح ينده الايه البرانش دي، بينده فانكشن اسمها برانش. خلاص جوه البرانش بيلود اندايركت، لود اندايركت معناه ان هو بيقرا البارامتر دوت، بيقرا الفاليو ديت، بيقرا السبعة. يبقى هي البرانش ديت هي فانكشن بيديها فاليو معينة، هنا اداها مثلا السبعة ويبدأ يشتغل عليه. فلو نزلنا تحت كده شوية هنلاقي فعلا، هنا هنلاقي في فور لوب، الفور لوب دي بينده عليها بيديها فاليو اللي هي السبعة، والبرانش ديت من جواها بتعمل ايه، بتعمل بلس بلس لشوف البرانش. خلاص عليه نعمل جواها لود، بتجيب الفاليو وتعملها انكريمنت اي اس زد معناها بلس بلس، بتنكريمنت الفاليو ديت. ف اوكي بتنكريمنت مش الفاليو، هي بتنكريمنت الادرس اللي هو البرانش دوت، وبعد كده بتعمل اوتبوت اس كو او اوتبوت، بتطبع على الشاشه. اوكي وده قلنا اللوب بتقعد تعملها كده لحد ما يطبع، بعد كده بيعمل اوت ويطبع الايه اللي جوه اللي جوه البرانش دوت، بعد كده يرجع تاني للايه للبرانش اندايركت، يعني بيرجع ينفذ الانستراكشن اللي بعده. يبقى هي الفانكشن دي بتطبع بس على الشاشه، كل اللي بتعمله انها بتطبع بس على الايه على الايه على الشاشه. اوكي بتعمل برنت، فانكشن بتعمل ايه برنت على الشاشة، وبعد كده المين بتنده على الفانكشن ديت. يبقى تاني انا هنا عرفت ان البند ده حاجة معينة ببصلها بارامتر، عرفت ان فين البارامتر، لان هو لقيته بيقرا البارامتر ديت عن طريق الاندايركت، فبيقرا السبعة ديت، فيبقى الفانكشن ديت بتاخد انبوت اللي هو ال V1 كانبوت ليها. عرفت انها بتشتغل 4 مرات ليه، لانها فيها كاونتر، الكاونتر ده بالنيجاتيف فبيقل كل شوية، فهي بتشتغل 4 مرات. اوكي وبالنسبة للانكريمنت ديت فايدتها ايه، الانكريمنت ديت فايدتها ايه، الانكريمنت ديت فايدتها ان هو لما يجي هو بينكريمنت البرانش، البرانش دوت كان فيه الادرس بتاع نيكست انستراكشن اللي هو ديسيمال سبعة، هو مش عايز يرجع لديسيمال سبعة، هو عاوز لما يرجع من اللوب اوكي ينفذ انكريمنت للفي 1 وانكريمنت للكاونت.
فهو لما بيقول اي اس زد برنت يعني معناه بيقول لما ترجع عد الانستراكشن دوت وابدا من الانستراكشن اللي بعده، لان هي البرنت اساسا كان متخزن فيها ريتيرن ادرس اللي بعد الكولينج على طول، كان متخزن فيها الفي 1، بس انا مش عايز انفذ الفي 1 فعشان كده بعديها، ولما ارجع انفذ الايه من اول حاجات اللي بعدها. فاتمنى برضو المثال دوت يكون واضح. ده برضو مثال تاني برضو من امتحان 2015، بيقول لي عرف array، فهروح مثلا اقول له org مثلا في مكان معين 200 مثلا، وعرف الاري بتاعي، فكده عرفت الاري ديسمال كله بالارقام بتاعته، فكده عرفت الاري بتاعي اللي فيه الارقام ديت. وان تعريف الاري سهل خالص، بتيجي تقول له مثلا org في مكان معين، بتيجي كده تقول له org في مكان معين وتعرف ايه الاري بتاعك تحت نوت، فده مفهوش اي مشكلة، خلاص تعرف الاري بتاعك نوت. ده كده عرفت الاريه بتاعي، اول خطوه سهله الحمد لله. بعد كده مفيش هنا سب روتين، فبيقول لي اعمل الفانكشن اللوب بتاعتي، اللوب ما دام هي لحد 10 اقوم على طول عامل اوتوماتيك كاونتر بنيجاتيف 10، يعني على طول لما الاقي اللوب لحد 4 اعمل كاونتر بنيجاتيف 4، اللوب 10 اعمل كاونتر بنيجاتيف ايه 10 خلاص. واللوب دي جواها اف كونديشن، فهي يعني شويه مركبه. فهو اول حاجه يعني اول حاجه في اللوب بيجيب الحرف دوت، فهو بيروح للبوينتر، البوينتر دوت فيه 200، 200 اللي هو الادرس بتاع اول مكان في الاري، بيلود البوينتر دوت خلاص. اندايركت معناه ان هو بيجيب ايه اول رقم عندي، كأنه راح للبوينتر 200، اندايركت معناه يروح ل 200 يشوف جواها ايه، 200 جواها 10 يعني، لان احنا هنا 200 ديت بتخزن جواها كام 10 زي ما انتم شايفين هنا كده ديسمال 10. فاول حاجه بيروح يجيب ال 10 ديت زي احنا شايفين، ويروح يتشيك يعمل لها ديفايد باي 2 يتشيك، فهعمل لها سيركليت رايت، عارفين شيفت رايت زي سيركليت رايت، لو شفنا الفيديو معناها سيركليت رايت او شيفت رايت معناها ديفايد باي 2 وتشيك. لو هي زد ايكوال لزيرو مثلا هيروح للاود، لو ايكوال للون هيروح للايفن، فا هيسكيب النكست انستراكشن، لو هي كان هي زيرو هيروح للايفن او هيروح للايه للاود. لو واحد ايفن هينفذ حاجه معينه والاود هينفذ حاجه تانية. من هنا بيقول لي لو هي اود اجمع الاري دوت على الاود، فلو هي اود هتلاقيه عمل اد على السم وحط الناتج في الايه في السم، الاكيميليتور حطه عمل ستور للاكيميليتور في السم، يعني عمل حط الناتج كله في السم. اوكي لو هي ايفن مش هيعمل حاجه، هيزود البوينتر، كان عمل بوينتر بلس بلس، البوينتر دوت يا جماعه هو اللي ماشي على الاري، يعني هو اول مكان في الاري زي ما حطيناه تحت مكان 200 في الارقام بتاعتي اللي هي 10 نيجاتيف 15 30 وهكذا، دوت البوينتر بتاعي اللي انا عرفته. فاللي انا عامله ان انا هروح على النكست انستراكشن خلاص، ودي كده كده بيروح لها في كل الحالات، لان هو حتى هنا وهنا بيروح للايه للامر دوت خلاص. هو يبقى incremental pointer و incremental counter، counter كان minus 10 اما incremental يبقى minus 9، هيقعد يقل لحد ما اخلص. escape if 0 هل وصل ل 0؟ لا لسه ما وصلش، يبقى اعمل branch و اعمل loop تاني، اعمل for loop ايه مرة تانية وهكذا. اوكي فده برضو مثال لاستخدام الايه الاري. تقدروا ترجعوا الفيديو مرة تانية وتشوفوا ان شاء الله يكون ايه اوضح واوضح. هنا كان طالب منك انك تكتب سب روتين يوزنج انتربت، ان شاء الله ترجعوا الفيديو انتربت وترجعوا ان شاء الله تحلوا السؤال دوت مرة تانية. السؤال ده له علاقة بالانستراكشن فورمات، ده من الأسئلة سهلة جدا، ولو شفت فيديو instruction format الموضوع يبقى سهل خالص. هو بيديك بيقولك عندي 32 بيت instruction، الوورد بتاعتي 12 بيت address خلاص. اوكي يعني الوورد واحد 12 بيت address، فبيقولك لو انا كان عندي instruction كان فيه 2 address يعني فيه 2 12 بيت، 12 و 12 24 يبقى اي 8 اوب كود، هيبقى عندي كام instruction؟ 2 to the power 8 اللي هي 256 instruction، يعني استخدمت 2 address
كل ادرس ب 12 يبقى خلي 24 بت، يبقى لي كام بت للاوب كود اللي هو فيه الاد والسبتراكت والديليت؟ 8 بت. عندي كام احتمال؟ 2 to power 8. خلاص عندي 256 اوب كود ايه انستراكشن. لكن لو عندي ادرس واحد بس يبقى عندي 12 بت محجوزين و20 بت للاوب كود، فيبقى عندي انستراكشنز ايه كتير. خلاص هو already given the number of one address instruction اللي هم 2 to 8K اللي هم 2 to the power 3 2 to the power 10 2 to the power 13. اوكي هو انا ليه هنا طرحت ال 2 هنا؟ عشان انا عندي already انا قلت عندي 256 احتمال، بس افرض لما جيت اعمل 1 code instruction في بعض الكومباينيشن هنا تبقى موجودة هنا وهنا في أول 8 بت، فالكومباينيشن ديت عايز إن أنا أحجزها لل one address bit instruction. فبطرح ال أنا قلت ال one address bit instruction هيبقى 2 في 2 to power 12، فمعنى كده إن عندي هيبقى في احتمال يبقى في كومباينيشن متكرر اللي هو الاتنين دوت، يعني الاتنين دوت يبقى في احتمال ان يعني مثلا لو انا مثلا عندي هنا كومباينيشن مثلا 0000 8 اصفار، وعندي هنا اوب كود هنا مثلا بيبدا مثلا ب 8 اصفار 8 وحيد مثلا، فبالتالي ال 8 اصفار دوت ممكن يتعارض مع ال 8 اصفار دوت، فانا اوريدي عندي دوت الاصل هو اوريدي عندي 8 كي، فهنقص احتمالات من دوت. كام احتمال؟ جبت الاحتمالات اللي هتنقص ازاي من الاوب كود اللي فات. انا عندي 8 كي، 8 كي عايز اعرف هي هتبقى 2 to power كام، اللي هي 2 to power 3 في 2 to power 10 اللي هي 2 to power 13، 2 to power 13 اللي هي 2 في 2 to power 12، لان 2 to power 12 ديت ممكن ده الاحتمالات ان انا يبقى عندي طبعا 12 دي ليه عدد الادرس بيت، ده الاحتمال اللي ممكن يحصل كونفليكت ان الاوب كود دوت اتخيله اكنه عنده تو ادرس، ادرس 12 وادرس ايه 12، فبالتالي يبقى عندي في احتمالين بنقصهم من عدد الايه الانستراكشن الافيلبل اللي عندي. يبقى تاني لو هو كان قال لي بس ان الانستراكشن فورم يتعامل كده دوت مفيش وان انستراكشن كود، خلاص يبقى اللي فوق دوت كفايه، يعني لو دوت مش موجود خلاص يبقى اللي فوق دوت كفايه هقوله 256. لكن هو قال لي في الاصل احنا عندنا وان اوبريشن وان اوب كود وان ادرس انستراكشن في 8 كي، ساعتها بشوف عندي كام احتمال ممكن يبقى فيه 2 ادرس انستراكشن في الشكل دوت، فباخد 2 تو باور ملتبلاي 2 في عدد الادرس بيت 12، فلو طلع لي الرقم دوت بطرحه من العدد الكومباينيشن المحتمله في اول ايه في اول جزء. السؤال ده بيقول لك without using interrupt، without using interrupt معناها انك هتستخدم البروجرام كنترول. لو رجعت الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الانتربت، الانتربت معناها انك لما تيجي تاخد انبوت هو دوت اللي هو البروجرام كنترول without interrupt. without interrupt معناها انك لما تيجي تاخد input تستخدم السكيمة ديت، انك تقعد تعمل loop على flag معين لحد ما يجيلك input فتشتغل، هو ده معنى without interrupt. without interrupt يعني using program control، دي الطريقة اللي انت بتاخد بيها input من الايه من اليوزر. اوكي ونفس الفكرة برضو مكررة هنا اهوت، ده معناه وزود انتربت. وزود انتربت استخدم البروجرام كنترول. وتاني رجعوا للفيديو بتاع الانتربت سبروتين مشروح فيه الجزئيه دي بشكل كويس. ده برضه سؤال في 2014 بيقول لك رايت ا سبروتين تو شيفت ليفت، عايزك تكتب بس سبروتين بيعمل شيفت ليفت دبل بريسيشن فاليو 32 بت. هنا بقى الفكره ايه؟ بيقول لك هتشتغل على 32 بت بس الريجستر الاوبريشنز اللي عندي كلها بتشتغل على 16 بت، فلازم تقسمه لهاي ولو، يعني كل عملية هتعملها مرتين، يعني لازم تشفت اللو بارت وتشفت الهاي بارت،
اوكي، هي دي الفكره بتاعت الايه السؤال دوت. هنا بيقول لك السب روتين should take two parameter the double precision value and ال integer value have too many bit shift. يعني مثلا قلت لك مثلا شفت لي هديك الريجستر اللي انت الفاليو اللي انت هتشفتها 32 بت، هديلك على مرتين لو وهاي لو وهاي، وهديك شفتها بكم مرة، مثلا شفتها مثلا بأربع مرات ست مرات، فده بياخد تو بارامتر. التو بارامتر لازم يتباصوا شوت باص في ميموري. في ميموري هتلاحظوا ان هما باصت بعد الكولينج على طول، يعني بعد الشيفت هتلاقي ان هو بيتعامل ايه بيتعامل، بس انا ما عنديش هنا كولينج، هو بيقول لك اكتب البروسيدجر، فمادام هما جايين لي ميموري يبقى انا هاكسسهم ازاي. هاكسسهم هو طبعا مش كاتب البروسيدجر بتاع الكولينج. انا اتخيل مثلا لما جيت عملت كولينج اقول له مثلا بي اس اي روح للاس للاس اتش ال، ده مش مكتوب، ده الكود المتخيل. وتخيل انا بصيت له اول حاجه خلاص، هو قال لك هنا ان 16 بيت انتجر فاليو اللي هي الاربعه دي موجوده في الاكيميليتر دي انت هتعمل لوب اربع مرات عشان يشفت دوت ليفت كم مره، اربع مرات. فهو بيباصي الحاجه اللي انت هتعملها شيفت عن طريق الميموري، وهيباصي عن طريق الاكيميليتر كم مره هتعمل شيفت، فانا هستخدم كم مره تعمل شيفت ديت اعملها كومبلمنت. طيب انا لو انا بنده على ديت يبقى انا اكيد عملت ستور للاكيميليتر، حطيت في الفاليو اللي هي كام، اربعه مثلا ان، والان ديت بكام، ديسيمال اربعه. ولما رحت بصيت له الرقم اللي عمله شيفت حطيته هنا اهوت، قلت له والله الرقم اللي عمله شيفت مثلا هو مثلا ايه هيكسا مثلا مثلا 100 مثلا، هو بيعمل ايه، هيروح يكمبلمنت الاكيميليتر. ليه بيعمل كومبلمنت؟ عشان لو الاكيميليتر مثلا فيه اربعة تبقى نيجاتيف اربعة، يبقى ده الكاونتر بتاع اللوب بتاعي، وبيروح يحطه في الان، الان ديت هتبقى هي اللوب بتاعتي اللي انا بعد عليها. وبعد كده بيروح اندايركت يجيب الحاجة، خلاص بيروح اندايركت يجيب الحاجة اللي الاس اتش ال واقف عليها اللي هي نيكست انستراكشن اللي هي الفاليو ديت اللي انا عاوز اعمل لها شيفت، يحطها في الاكيميليتر. بس بيعمل العملية ديت كام مرة؟ بيعمل العملية ديت مرتين. ليه؟ لأن الحاجة مبعوتها لي 32 بت متخزنة على مرتين، مثلا هيكسا 100 وهيكسا مثلا مثلا 1 0 مثلا، خلاص 2 0 0 مثلا، فديت متخزنة على 2 وورد يعني، خلاص كل وورد 16 بت. خلاص فبيعملها اللود على مرتين، فتلاقيه في النص بيعمل انكريمنت عشان يجيب الحرف الايه اللي بعده دوت. على فكره انا بتخيل شكل الكولينج بتاعها عامل ازاي، لكن هو طالب في السؤال طالب انك تكتب البروسيدجر بس. جيفن ان الاكيميليتور بعت لك فيه عدد مرات الشيفت، فانت عملت لك كومبلمنت عشان خاطر دي اللوب اللي انت هتعمل لوب عليها، وبعد كده خدت الفاليو اندايركت عشان تقرا الفاليوز اللي جالك في الميموري بعد كده. وهنا التركه في الموضوع ان هو الفاليو مش فاليو واحده، لا هو بيبعتها على تو وورد لانها كبيره شويه 32، فقسمها على 16 و16، بتقراهم على مرتين وبعد كده تبدا تكمل بقيه السؤال بتاعك عادي، وتعمل الشيفت انستراكشن عن طريق السيركليت زي ما خدنا ايه قبل كده. اوكي بس تمنياتي لكم بالتوفيق، وان شاء الله يعني شوفوا الفيديو وحاولوا تقروا المسائل، وفي اي سؤال ان شاء الله نرجع نتكلم فيه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.